الرئيس الأوكراني مشاهدينا قال إن عدد القوات الكورية الشمالية في روسيا سيرتفع لنحو 12,000 جندي، مشيرا إلى أن 3,000 منهم موجودين بالفعل في روسيا ويتوقع وصولهم قريبا إلى جبهة القتال. أما البنتاغون فأكد أن نحو 10,000 جندي كوري شمالي وصلوا لروسيا وسيرسلون إلى جبهات القتال بأوكرانيا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وأن عددا منهم وصل فعليا منطقة كورسك الروسية. مقابل هذا الدعم، ترى الاستخبارات الكورية الجنوبية أن موسكو قد تقدم التكنولوجيا الضرورية لبيونغ يانغ لتطوير برنامجها للأسلحة النووية والصاروخية وفق أسوشيتد بريس. أضافت أن كوريا الشمالية قد تحصل على مكونات متقدمة من روسيا، بينما تستعد لإطلاق قمر اصطناعي آخر للاستطلاع العسكري.